يوم جمعة، عطلة نهاية الأسبوع هنا في الغرب. يعني غدا اليوم آخر الأسبوع وغدا هي الراحة. يوم عمل فعلا شاق وجاد في القسم، حيث أعمل من الساعة 8 صباحا حتى 4:30 بعد الظهر، وأنا والأطباء ومساعدين الأطباء والممرضات ومساعدين الممرضات والكل والمعالجين الفيزيائيين وكل القسم، وهو يعمل كخلية النحل، لم نرتح لحظة واحدة. سبحان الله، يعني فعلا عمل. وبتشعر أن الأغلبية، أنا بحكي عن المكان اللي اشتغل فيه أنا، يعمل بكل ضمير وإخلاص، و يعني شيء مرهق. مرضى تعبانين كتير وحمل تقيل، و يعني فعلا فعلا يتطلب صبر ويتطلب جلد ويتطلب، لأنه مئات الأشياء يجب أن تحدثها، والأدوية والتوزيع والمساعدة في الأمور اليومية، أنه كبار في السن كلهم، ويعني مرضى مزمنين وعندهم أدوية كثيرة ومشاكل صحية كثيرة. يعني فعلا شيء مرهق. يعني بس آخر شيء الواحد بعد ما بينتهي العمل بيكون عمل ما يرضي ربه، ونسأل الله أن يكون كذلك، بحس حاله أنه عمل شيء، يعني عمل شيء بيرتاح شوي، مع أنه في ضغط خيالي يعني بالعمل. لكن شو بدنا نساوي، هذا هيك الغرب يئن يعني تحت وطأة الكبار في السن والمرضى، هؤلاء الذين أعمارهم كبيرة جدا وعندهم أمراض كثيرة ونقص في الكادر. ف أخي سبحان الله، شيء سعد قلبي إنه في عندي مريضة، بيجي حفيدها، هو شاب صغير، كل أسبوع بيجي حفيدها بيزورها، يعني كل يوم كل يوم، يعني نادر ما يجوا الأطفال على المستشفى، بيجي كل يوم لحاله. بعد ما يخلص مدرسته بيجي بيدير باله على سته. بسطت منه كتير، مدحته كتير، قلت له بتعرف شو، قلت له انت بدير بالك على ستك وجدك وعلى امك وابوك، بتعيش طول عمرك سعيد، وبعدين انت يا ابني بكره اولادك رح يديروا بالهم عليك واحفادك مثل ما انت عم تساوي. قلت له بتعرف القاعده الذهبيه يلي اني راجل؟ قال لي ايه بعرفها. قلت له كما تعامل الناس يعاملوك، وما كما تريد ان يعاملك الناس فعاملهم، وكما تريد ان تعامل فعامل، وكما تريد أن يحسن إليك أحسن إلى الناس. هاي قاعدة ذهبية، اللي بتقدمه بتلاقيه. وهذه الدنيا كالجبل، وأعمالنا كالنداء، وإنما يرتد إلينا من هذا النداء الجبل. اللهم يا رب أعنا وصبرنا وتقبل منا يا الله، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وبدل حالنا إلى أفضل حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الجمعة، اليوم 8 شعبان 1438 للهجرة، واليوم 5 أيار 2017.